السلام عليكم. بسم الله الرحمن الرحيم. مرة أخرى مع دروس بسيطة وسهلة وسريعة وشروحات مفيدة. في الشرح السابق تطرقت لطريقة عرض شاشات هذه الأجهزة فيما بينها. يمكنك العودة إلى ذلك الفيديو. وفي هذا الفيديو كذلك سنتطرق لطريقة عرض الفيديو اليوتيوب عبر التطبيق بين الموبايل مباشرة إلى التلفزيون أو من الحاسوب كذلك بنفس الطريقة إلى التلفزيون. كذلك طريقة ثالثة وهي عبر مشاركة تطبيق وشير. كيف نقوم بذلك؟ هذا ما سنشاهده في هذا الشرح. أولا نقوم بالتجريب الأول عبر تطبيق يوتيوب. تقوم بالذهاب إلى أكاونت ثم تبحث هنا على سيتينج والبحث عن Watch on TV ثم Enter the TV code. هنا سنقوم بإدخال الكود. كيف نقوم؟ من أين نجلب هذا الكود؟ نقوم بالذهاب إلى التطبيق في التلفاز الذكي تطبيق يوتيوب. نقوم بالذهاب إلى إعدادات. نبحث عن ربط عبر رمز التلفزيون. يعطيك رمز. هذا الرمز تقوم بإدخاله الآن في الموبايل. هكذا بسرعة نقوم بإدخال الكود أو الرمز وتضغط على ذلك الزر. أصبح متواصل بين الهاتف والتلفاز. نختار أي فيديو في اليوتيوب في الهاتف، مثلا هذا الفيديو. فوق الفيديو تجد هذه الإشارة الصغيرة، تقوم بالضغط عليها مباشرة فيعرض لك الفيديو في التلفاز. كما تشاهدون مباشرة تشاهد التلفاز. كما قلت كذلك عبر اليوتيوب من الحاسوب بهذه الطريقة. في النسخة القديمة لليوتيوب تقوم بالذهاب هنا إلى إعدادات، تضغط عليه، تظهر لك هذه الصفحة، فتبحث عن المشاهدة على التلفزيون وهنا تقوم بإدخال ذلك الرمز. كذلك كما أدخلته في الموبايل تقوم بإدخاله هنا وتشبك التواصل بين الحاسوب والتلفاز وتعرض أي فيديو من هنا. فالنسخة الجديدة لليوتيوب كذلك هنا تقوم بالضغط، هنا تجد الإعدادات في هذا المكان، تقوم بالدخول عليها ثم نفس الشيء المشاهدة على التلفاز ببساطة وسهولة. الطريقة الثالثة وهي عبر تطبيق وشير. كيف يعمل؟ تقوم بطريقة عادية بالدخول إلى أي فيديو يوتيوب هنا، ولكن تبحث عن زر المشاركة هنا شير وتختار وشير. هذا التطبيق يجب أن تقوم بتحميله، فمباشرة يظهر لك ذلك الفيديو الذي تريد مشاهدته في التلفاز. حتى لو كنت تشاهد أي قناة يقطع تلك القناة ويبدأ بعرض الفيديو كما تشاهدون بطريقة بسيطة وسهلة وسريعة. إذا كان هذا شرح اليوم. في الشرح القادم بإذن الله سأتطرق إلى طريقة تجاوز خيار مسح التطبيقات أو تفريغ المساحة لتثبيت تطبيق جديد. فانتظرونا في الشرح القادم. إلى الشرح القادم بإذن الله. دمتم في رعاية الله وحفظه وسلام.